إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في منزل التحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هلما نتذكر صفوة الخلق، هلما نتذكر جيلا رجالا ونساء اختارهم الله تبارك وتعالى لنصرة نبيهم عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الأحاديث أن الله نظر في قلوب العباد فاختار منهم أحسن أن يكونوا الأنبياء والرسل، ثم نظر في قلوب العباد فاختار أحسن منهم ليكونوا أنصارا لنبيه ولرسله عليهم الصلاة والسلام. فالأمة الإسلامية خير الأمة على الإطلاق، ونبينا عليه الصلاة والسلام خير البشر بعث للناس كافة، وأصحابه وأنصاره هم بلا شك صفوة الخلق وخير الناس، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الله سبحانه وتعالى من فضله وحكمه ذكرهم في قرآنه، فبعضهم ألف مثل علي ابن جميل المطر، قال 100 آية في فضل الصحابة. فالله تبارك وتعالى قال: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. روي عن ابن عباس وكذلك عن سفيان الثوري، وستجدون هذا في تفسير ابن كثير في القرطبي أنها صفة للصحابة رضي الله عنهم، أي وسلام على عباده الذين اصطفى، أي صحابة. وكذلك قال تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، قال هم صحابة رسول الله، هم الذين آمنوا به، وحين ذكر الله عز وجل، حين ذكر اسمه تطمئن قلوبهم بذلك.
وكلنا نستشعر وكلنا تثلج قلوبنا بآية كلما قرأناه نتذكر هذا الجيل العظيم، كما قال تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فحين كنا شبابا في زمن المراهقة كنا نأخذ قوتنا واستقامتنا في ديننا من هذه الآيات ومن قصصهم وعبرهم وحياتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جليل علينا أن نتذكر هؤلاء. فأبو بكر رضي الله عنه مثلا كما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه والحديث في الصحيح أنه أصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فيقول أبو بكر رضي الله عنه: أنا. ثم قال: من أصبح منكم اليوم، من تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا. ثم قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال: أنا. ثم سأل النبي عليه الصلاة والسلام رابعا فقال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. يا الله، وقد تسابقوا في الخيرات حيث أنفقوا في سبيل الله كل أو جل أموالهم. فيروى أن أبا بكر رضي الله عنه أنفق كل أمواله، فتسابق معه عمر فأخذ بنصف ماله وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرحا، ثم سأل: وماذا فعل أبو بكر؟ قال: أنفق كل أمواله. فقال: لن أسبقه أبدا. فأنتم تعلمون قصصهم وتعلمون كيف عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أورثوا هذا الخشوع وهذا العلم وهذا الإنفاق وهذا الإيمان بالله عز وجل لجيل القادم للتابعين. فحين تسمع أحوالهم تتعجب، والله تتعجب وتقشعر جلدك من قيامهم وصيامهم وقراءتهم للقرآن العظيم، إلى درجة تقول: اللهم لك الحمد، بعثتني في هذا الجيل، وإلا ما استطعت أن أسابقهم، والله أعلم ما نكون نحن لو عشنا في زمنهم. لكن الله اختار هذا الجيل واختارنا في هذا العصر جبل بالفتن وبالمعاصي، حتى يسهل علينا أن نكون من السابقين في الخيرات. فهيهات تسابق أبا بكر، أو تكون خاشعا في صلاتك مثل أبا حنيفة رضي الله عنه. يقال أنه مرة صلى في بيته فسقطت الحية من فوق السقف. تعلمون البيت العرب، بيوت العرب قديما كانت السقوف من الخشب، ف
فسقطت أمامه فتسارع أهل بيته ليقتلونها، ورحمه الله تبارك وتعالى ما تحرك في صلاته، مع أن الأمماء أن العلماء أجازوا حتى ترك الصلاة لتجتنب الخطر أو تقتل ما يخاطر في حياتك أو في صحتك. فلما انتهى من الصلاة سألوه: ما بك؟ لماذا لم تترك الصلاة وأنت تعلمنا في فقهك الحنفي أن نترك صلاة الخطر؟ قال: ما بكم؟ ما الذي حدث؟ قال: ألم ترى الأفعى الحية سقطت أمامك وأنت في الصلاة؟ قال: والله ما شعرت بها ولم أرها قط. فأنا أصدقكم كلاما، لما كنت شابا وسمعت هذه الرواية قلت أسلمت للرواية وأصدقها، لكن عقلي ما استوعب، لأنني نرى اليوم، ولا نكذب على أنفسنا، لا نستطيع أن نخشع مثل هؤلاء. فنقرأ ونتلذذ ويزيد إيماننا، لكن دائما نتساءل: كيف نستطيع أن نعيد هذا الجن من جديد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أدري أين الخير في أمتي، في أوله أو في آخره. فالله سبحانه وتعالى لا يكلف عباده بما لا يستطيعون، حاشا لله، هو عدل سبحانه وتعالى، ولا يكلف عباده بما لا يستطيعون. فما استطاعوا هم كالرجال يمرضون بمرضنا، يأكلون طعامنا وينامون نومنا، ولا نستطيع أن نقترب منهم، لا نكون مثلهم، نقترب. أن إذا نظر أحدهم إلى رجل يقول: يا سلام، يذكرني بالصحابة، لا أكثر من ذلك. فنقول: لا نستطيع، كيف نخشع في صلاتنا مثل صلاتهم؟ كيف ننفق كل أموالنا والحياة صارت صعبة؟ وإذا أنفقت مالي تركت زوجتي وأولادي بلا طعام ولا شراب ولا إيجار البيت، وإذا أخذت نصف أموالي زوجتي تذبحني حين رجوع إلى البيت، أين الإذن بالدخول؟ وين فلوس؟ لا أنفقتها في سبيل الله. عد، وقد سمعت هذا من شيخ أبو إسحاق الحويني حين حدث الناس بالإنفاق في أحد المساجد مصر، فالناس سخروا، فأحدهم عامة الناس أخرج من جيبه كل ما لديه، فلما عاد إلى بيته سألته زوجته: أين المصاري؟ قال: والله تركتها، هو في المسجد في سبيل الله عز وجل. قال: سهل إن شاء الله، تعود إلى المسجد وتأخذ فلوس وترجع. قال: كيف؟ فعاد مسكين ما عنده حل، عاد إلى إمام المسجد، قال: بالله عليك، هذا مصروف شهري، الشيخ ما شاء الله عليه يعني فصاحته وأدلته وكلامه وكذا، فسخنتنا زيادة. لكن هل يوجد اليوم من أمثال حول الصحابة في الإنفاق، في الخشوع، في الإيمان، في الاستقامة على شيء؟ هل نراهم؟ والله أراهم. في البلاد الذي قدمت منها وهي بلدي البوسنة، بصفة البوسنوي، أرى تقريبا كل يوم أناس بأعمالهم
وبحالهم الظاهرية يذكرونني بالصحابة. وستتفاجؤون الآن بمكمل كلامي. أرى أناسا ينفقون كل أمواله ولا يتركون شيء لزوجته وأولاده، بعضهم نصف بعضهم عشر. أرى شبابا، ليسوا رجالا، شبابا صغارا يخشون خشوعا يذكرني بخشوع أبا حنيفة. وأرى أناسا يحبون كحب الصحابة أو قريب من حب الصحابة لدين الله عز وجل، ولكنهم ليسوا على الحق. عندنا في بلادنا انتشرت القمارات، أعزكم الله، يوجد فيها أكثر من تلفاز وعليه تسجيل تسابق الكلاب، وأحيانا بعض التسجيلات الأخرى تتسابق فيها بعض الحيوانات، فيأتوا أناسا يدفعون أموالا رجاء ليكسبوا شيئا، و99% يخسرون تلك الأموال ويتركون في القمار. وهؤلاء الذين يأتون يوميا ليسوا بأغنياء، هم أشد الناس احتياجا لهذا المال الذين يبذلونه في القمار، ويتركون أحيانا أهليهم جياعا، لكنهم يستمرون كل يوم يستمرون. وقريب من بيتي هذا المكان، ولذلك أنا أستطيع أن أراهم وأتابع أحوالهم. والله يذكر أفعالهم يذكرونني بالصحابة، لأنهم دائما يبذلون. ولو تلك القمار صارت بلا هؤلاء الفقراء الذين يأتون يوميا ويبذلون أموالهم أسبوعا، لما احتجنا إلى قانون لتغلق تلك القمار، لأغلقت نفسها بأنفسها، ما يأتي أحد ولا نكسب نغلق. ولكن يوميا يأتون، يشتغل مسكين من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 4 مساء، شغل شديد، ثم يأتي مباشرة بعد الساعة 4 وينفق كل ما في جيبه. هكذا فعل الصحابة. ثم نتساءل، لماذا الخير لا يستطيع أن يظهر؟ لماذا الشر إلى هذه الدرجة ظاهر وقوي ويتصادم معنا؟ لأن للشر رجالا، لأن للشر ماذا؟ والله رجالا. كل يوم يأتي، لا نستطيع أن نكذب أنفسنا ونقول لا والله هؤلاء، لا، كل يوم. ثم نتساءل، أين ذهب الخشوع؟ هل هو من علامات الساعة؟ أم فقدنا ما هو أغلى في حياتنا وهو الصلاة، وقوف أمام الله عز وجل حتى يكون سائر يومنا بخير وبالأمان وفي ذمة الله عز وجل. أحد شرطيين يوسف بن حجاج أمره يوسف ليقتل رجلا، قال خذه إلى ساحة القصر واقطع رأسه بالسيف، وخذ السجادة حتى لا توسخ الأرض. فأخذ هذا الشرطي وكان مؤمنا، قاله هل صليت الفجر؟ قال والله صليت. قال اذهب، فأطلق سراحه وقاله اذهب. فعاد إلى يوسف
وقال له يوسف ماذا فعلت بالرجل؟ هل قتلته؟ قال لا. قال لماذا؟ ألم أمرك؟ ألست أميرك؟ قال والله سألته هل صليت الفجر؟ فقال نعم صليت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر فهو في ذمة الله، كيف أقتل رجلا وفي ذمة الرحمن؟ الصلاة عباد الله، كيف نصليها لنقضيها هكذا؟ يلا ما صلينا الظهر خلاص نعديها، بس يلا جاء العصر نحن مشغولين، بس إن شاء الله الفرض فقط 4 دقائق إن شاء الله. السلام عليكم. ونرى شبابنا اليوم يمتثلون بجيل الأول، وأنتم تعلمون روايات حين أرادوا قطع رجله فقال هيا تهيوا حتى أقف في الصلاة فاقطعوها، لأنه في الصلاة لا يشعر بالألم، يحس أنه أمام الرحمن، يحس نفسه أنه أمام رب العالمين. وهذه أول آية تذكرنا من هو أمامنا حين نقول الحمد لله رب العالمين. فكما ذكرت لكم لم أصدق أنه سيعود أو يوجد شيء يسمى سقطت أفعى أمامه ولم يراه، لا كيف، إلى أن صارت هذه الأجهزة الإلكترونية فرأيت شبابا المؤذن ينادي يقيم الصلاة وهو يلعب في التلفون، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن ما يتحرك. قلت له بني تفضل صلاة، أقيم الصلاة، ما يحس، حركته هكذا لم يشعر. فقلت أزيد بالقوة، قلت له قيمة الصلاة تعالى يلا، لا يواصل الليفل اللي هو فيه، أليس هذا خشوعا؟ ألست أحق بالخشوع في الصلاة منهم من هؤلاء؟ وأنتهي برواية أو كلكم تعلمون المثال الذي يضربونه شعراء العرب لمجنون وحبيبته ليلى، فأتبع عزكم الله كلبها رجاء ليصادف ليلى، فمر بقوم يصلون وقيمة الصلاة يصلون، فمر بهم وذهب. المهم لما عاد بنفس الطريق وهؤلاء أنهوا صلاتهم سألوه قالوا لماذا لم تصلي معنا؟ قال والله ما رأيتكم أصلا. ثم فكر وقال ما رأيتكم لأنني مخلص في حب ليلى فأتبعت كلبه وكنت أفكر بها ولم أرى من حولي، لو كنتم تحبون الله كما حبي لليلى ما رأيتموني أصلا، لكنتم تهتمون بصلاتكم وباستعداد لقيامكم أمام رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل وسلم عليه في الأولين، وصل وسلم عليه في الآخرين، وصل وسلم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فكما وعدت واتفقت مع إدارة المسجد سأواصل بقية الخطبة بلغة البوسنة، بلغة البوسنوية، بمثابة أن بعض إخواننا حضروا في هذا المسجد المبارك، ومن حقهم أن يستمعوا إن شاء الله بلغتهم الأم.